بعشرة لاعبين الإنتاج الحربي يحقق المفاجأة ويتفوق على الزمالك ويهزمه بثلاثة أهداف مقابل هدف. معنا أحد الجماهير بعد انتهاء اللقاء. أنت شفت اللقاء إزاي؟ وطبعا مفاجأة بالنسبة أن طبعا الإنتاج الحربي بيلعب بعشرة لاعبين وقدر أن هو يفوز على نادي الزمالك. طبعا هو من يعني لو نبتديها من الدور الأولاني، الإنتاج الحربي مستوى مش كويس، مستوى ضعيف جدا بالنسبه للزمالك. انا اهلاوي على فكره، اتمنى لهم الخير باذن الله، والدوري ان شاء الله للاهلي باذن الله. فرق النقاط ده يعني تقدر تقول ايه، هيفضل احنا في الدوامه دي طول ما لعيبه الزمالك مش عارفه قيمه الفانيلا اللي هي لابساها. الموضوع مش موضوع نقاط، انا مش شايف كوره للزمالك، انا زملكاوي وبعشق الزمالك، شجع الزمالك طول عمري، لكن للاسف اللعيبه اللي لابسه الفانيلا مش عارفه قيمه الفانيلا، مش عارفه تقف، مش عارفه تلعب. العيب مش عيب مدرب، لما انا اجيب مدرب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويبقى نفس المستوى يبقى ده مش عيب مدرب، ده عيب لعيبه. انا مش عارف اقول ايه، هنعمل ايه يعني؟ لعيبه مش عارف، لا 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 مدرب يعني، انا مش عارف في ايه، محمد صلاح اللي بيدرب ولا المدرب الجديد، مش عارف في ايه احنا، لا لا معلش مش قادر اتكلم يعني. معلش شكرا شكرا. طب كلمه توجهها للاعبين الجهاز الفني. حرام عليكم، حرام عليكم اللي بتعملوه فينا يعني، حرام عليكم. النهارده ما كانش فيه حظ خالص وكان باين في الفريق، بس هو برضه هي اللياقه البدنيه، الفريق ما بيقفش على رجليه في الشوط الثاني، وده في ماتش باين، في ماتش اسوان وباين في ماتش الاتحاد، وهي كره الانتاج النهارده. الزمالك لو عايز يكسب دوري يكسب الاهلي، والاهلي لو كسب الزمالك هياخد الدوري، لكن برضه الاهلي عنده مطوشه صعبه، الاهلي عنده انبي وعنده مطوشه ثانيه جامده. النهارده الحرق دمنا لعيبه الزمالك، احنا النهارده والله العظيم اتخلانا من اللعب بتاعهم، اديك شايف. وموسم مرسي فكر ننزل اول الماتش هو مصطفى فتحي، هم حرقوا دمنا مش عارف ليه. المدرب الجديد اصلا فوق ما كانش نزل، ما كانش اصلا ما كانش عامل تشكيله فوق، كان محمد صلاح كان مسك اول ماتش، بعد كده المدرب الجديد بتاع الزمالك كانش لاعب، كانش عامل تشكيله. تغييرات كتيره في الاجهزه الفنيه دي بتعمل يعني اللعيب لما يتعود على شيء معين من مدرب معين ويجي مدرب تاني يغيره له في خلال اسبوع، دي بتعمل مشكله. احسب كام كوره اتحسبت للزمالك فاول على حدود ال 18، مفيش لعيب يشوطها، حتى مفيش تكتيك بيتعمل في الكرات الثابته. تعالى بقى للاهلي عبد الله السعيد، ماتشين يخلص الاهلي يا اما ببلانتي يا اما بكره شوطها من بره، مفيش في الزمالك لعيب بيشوط كوره. شيكابالا حاطط الكوره في السماء، باسم مرسي يحط الكوره في السماء، ايمن حفني يحطها في الحيط. هات لي لعيب بيشوط كوره ثابته في الزمالك يعرف يحطها بس بين الثلاث خشبات. نزول مصطفى فتحي اتاخر جدا جدا، يعني هو مش عارف ليه بيسوق مصطفى فتحي لغايه الاخر، ومفروض مصطفى فتحي يبدا الماتش عشان هو اللي بيعمل اسيست للعيب، وكذا كوره ضاعت من شيكابالا ومحمد صلاح. المفروض يقول للمدرب على الفرقه، هو المدرب لسه جاي هيعرف مين ولا مين. الانتاج الحربي كان بيلعب بتكتيك شوقي غريب عمله صح. الزمالك على ما اظن ان المدرب الجديد لسه ما اداش اللمسه بتاعته، لسه ما اداش اللمسه بتاعته في الفريق. اللعيبه مش مركزه، في تغييرات، كهربا محمود كهربا كان منفعل النهارده، ما كانش فيه تركيز، كل كوره بيعمل رياكشن مع المدافع، فكان باين ان في حاجه غلط في الفريق النهارده. الانتاج الحربي كان مركز، لو ان هو كان بيلعب ناقص من اخر الشوط الاول، اللعيبه كان عندها حماس، عارفه هي بتعمل ايه، مركزه في قدام المرمى، فشيء طبيعي ان يطلع الماتش كده. هو الفتره اللي فاتت الزمالك الاهلي كان بيتعادل، النهارده الزمالك بيتغلب، يعني انت لو انت مركز النهارده انت المفروض تلعب على الثلاثه بونت، هيبقى فارق بينك وبين الاهلي حاجات بسيطه. كابتن شوقي غريب كان عامل شغل حلو قوي، ومطرود منه واحد وقدر يقاوم هجوم نادي الزمالك، وعامل خطه حلوه وقدر يسيطر على المباراه. اهلاوي طبعا، اهلاوي الا يعني ضيعنا 6 نقط، كان دلوقتي كنا كفيلين احنا نبقى فارقين بسكور عالي مثلا على نادي الزمالك، بس الحمد لله وان شاء الله الدوري للاهلي ان شاء الله. كان المفروض موضوع الطرد ده يفرق مع الزمالك، بس ده يعني انما ان برضه ان الزمالك برضه كوضعه الفني مش مستقر، او لسه المدرب عشان جديد اول مباراه ليه، وممكن في الماتشات الجايه هيعوض وهتبقى فرق نقاط. برضه الدوري برضه فيه منافسه جديده وعايز الفريق اللي هو نفسه اطول.